بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي بين المغرب وفرنسا، التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون الأكاديمي والعلمي وأربع اتفاقات للدبلوم المزدوج في ميادين العلوم والتكنولوجيا والإدارة البيئية والطاقة المتجددة واتفاقية شراكة في مجال البيداغوجي بين المدرسة متعددة التقنيات بفرنسا من جهة وعدد من المدارس العليا ومؤسسات التعليم والتكوين المغربية من جهة أخرى. عندنا جوج ديال الأهداف الأساسية من هذه الاتفاقية. أولا هو الشهادات المتبادلة بين البوليتكنيك إكس فرانس ومجموعة من المؤسسات ديال التعليم العالي في المغرب، وكذلك البرنامج الثاني هو دعم حركية الطلبة المغاربة وخاصة في مجال الهندسة الطاقية والعلوم والتكنولوجيا والبيئة باش يمكن يتبادلوا التجارب والخبرات مع مختبرات البحث في فرنسا. هذه الاتفاقات تتوخى تقوية علاقات التعاون الجامعي بين المؤسسات المغربية والفرنسية المعنية عبر وضع وتفعيل برنامج للدبلوم المزدوج يهدف إلى تمكين طلبة مدارس المهندسين المغربية المعنية من متابعة دراستهم الجامعية بالمدرسة متعددة التقنيات بفرنسا في إطار برنامج الماستر الطاقة البيئة العلوم والتكنولوجيا والإدارة لمدة سنتين، وبرنامج لتبادل الطلبة غير متوج بدبلوم سيستفيد منه طلبة المؤسسات المغربية والفرنسية المعنية. اليوم وقعنا اتفاقات هي الأولى من نوعها ضمن سلسلة من الاتفاقات، وستكون لنا فرصة لتوقيع اتفاقيات أخرى، وهو أمر هام جدا بالنسبة للعلاقات المغربية الفرنسية المتميزة ومؤشر قوي للصداقة القائمة بين البلدين. هذه المبادرة الرامية إلى تعزيز التكوينات والبحث في مجال الطاقات المتجددة تأتي في سياق وطني يتميز باعتماد سياسة طاقية طموحة وبدينامية عالية في ميدان مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، تمشيا مع الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى جعل الطاقات المتجددة مصدرا حقيقيا للإنتاج الطاقي وبديلا يستطيع المغرب من خلاله ضمان نجاعته الطاقية.